السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معايا جديد في قناتي وقناتكم عالم اميس متنوعه. كنتمنى لا فيديو اليوم يلقاكم باتم الصحه والعافيه بسم الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين. توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اليوم 26/10/2022، اليوم ان شاء الله عندنا واحد شقه للتنازل في مشروع البوغاز في وسط طنجه، وسط طنجه قريب الطريق الرباط، قريب المرجان ديال الطريق الرباط. الناس اللي كيقولوا لي بغينا الشقق في وسط المدينه، ها هي هذه الشقه. هذه التسليم ديالها غيكون ان شاء الله في شهر 8/2023. ها انتم كما كتشوفوا الشقق واجده، بقات لهم غير الفينيسيون. الشقه جات في الدوزيام ايطاج، فيها 54 متر كاري، 54 متر جات في الدوزيام ايطاج، كطلع على الشارع الرئيسي هو هذا، يعني ما جاتش لداخل. فيهم الاسانسور، فيها 54 متر كما قلت لكم، فيها جوج بيوت وصالون وكوزينه وحمام. السيده بغات تنازل عليها، غنخلي لكم رقم التليفون في العنوان ديال لا فيديو، اللي مهتم يتواصل معها ان شاء الله. هاد التجزئه ديال البوغاز ديال شركه عيسى ايموبيلي، وراه السيد الشركه ديال عيسى راها معروفه، وراه كذلك عنده واحد المشروع في جهه المحطه الطرقيه، ولكن موين ستاندينغ، ولكن على ما كيقولوا كنأكد ان كل شيء تباع، ولكن تواصلوا معاهم. غنخلي لكم حتى رقم الشركه في صندوق الوصف، تواصلوا معها الفيكس. هذه هي الطريق اللي كنكونوا جايين من كاسا باباطا غاديين للمرجان. هاد العمارات هادو اللي هنايا راه ابارتيغ من 13000 درهم المترو، ها نتوما كتشوفوا معانا. ما كنعتذر ان الفيديو مصور بالطول ماشي بالعرض، وكنزيد ناكد عليكم وكنزيد نوصي للناس الله يجزيكم بالخير، صوروا لنا الفيديوهات في التليفون يكون بالعرض ماشي بالطول، باش كيعطي جماليه للصوره. ولكن مشكور السيد بارك الله فيه، غيورينا الطريق ديال المشروع. ها نتوما كما كتشوفوا معايا، دابا حنايا في الطريق، رحنا فتنا كاسا باباطا، رحنا قريبين للمرجان. قبل ما كتوصل ديك القنطره ديال المرجان، قبل منها كاينه واحد الزنيقه بحال واحد الخرجه، ها نتوما غادي نخليكم معنا غادي تشوفوها باش تعرفوا غير الموقع بالضبط، لان راه جات في وسط المدينه. هذه هي الدوره اللي كاينه هنايا، راه كاينه اونفاس مع حتى واحد الدوره كتهبط من شارع اهلا. هانتوما كما كتشوفوا، يعني قريب لك جميع المرافق، قريب لك مرجان، قريب لك السوق، قريب لك مسنانه، قريب لك الجامع، المدارس الخاصه، كل شيء قريب. هانتوما كتشوفوا حتى المنطقه غزاله، هانتوما كتشوفوا الشوارع كيفاش دايرين، المنطقه نقيه. غتقولوا لي هادشي كامل والثمن شحال؟ غنقول لكم السيده كما قلت لكم جات لابارتمون ديالها في الدوزيام ايطاج، فيها 54 متر، السيده كطلب فيها 48 مليون قابله للتفاوض. 48 مليون قابله للتفاوض، تفاهموا معاها، وهذيك الساعه غتعيطوا ليها غتواصلوا معاها. غنخلي لكم رقم التليفون ديال الابن ديالها، لانه هو اللي كيتواجد حاليا في المغرب، وتفاهموا معاهم وغيقول لكم ها هما شحال دفعوا وشحال غتعطيهم هما، والله يجيب التيسير للجميع. ومن هذا المنبر هذا كنقول لكم الله يجزيكم بالخير، اللي عنده شقق التنازل في منزل واحد او للمنزل جوج، او في الديور ديال ابا عقيل، او في الاب دالاس، في ما كان الله يجزيكم بالخير عليه، كنقول لكم بارطاجيو لا فيديو قدر الامكان، لان كاين بزاف الناس ما كيبغيوش يشريو في البلان، ومن حقهم ما يشريوش في البلان، لان هاد المشاكل ديال البلان راه لا اله الا الله محمد رسول الله. كاين الناس اللي كيبغيو كيقول لك واخا نعطي حتى 5 المليون 6 المليون زايده او 7 المليون زايده ولقى الدار واجده، احسن ما نشري في البلان ونبقى ما عرفتش واش المشروع يكمل ولا المشروع ما يكملش. المهم اللي عنده شقه للتنازل، اولا كيعرف شي حد، اولا داخل في شي جروب في الفيسبوك، يتواصل معايا في الواتساب ويعطيني اسم لاباج في الفيسبوك، وندخل عندهم ونقول لهم الله يجزيكم بالخير، اللي بغى يدير تنازل يصور لي الشقه ويعطيني المعلومات كامله ونزلها له في القناه، لان كاين بزاف ديال الناس خصوصا في اوروبا باغيين ديور يكونوا واجدين يجيو يخلصوا وياخذوا سويتاتهم ويمشيو بحالاتهم. يعني اللي عنده شي حاجه بحال هكا يتواصل معايا الله يجزيكم بالخير، لان كاين الناس. وهنا ها انتم كما كتشوفوا هذا هو المشروع، ها الشارع اللي جا عليه، وهالمنطقة اللي جا فيها منطقة ممتازة
في وسط طنجة وقريب لجميع المرافق، قريب لك كما قلت لكم سنانة، قريب لك سات فيلاج، قريب لك كل شيء، وقريب لافاك. المهم انا ما بقى لي الا نقول لكم شكرا لكم، شكرا للتجاوب ديالكم مع الـ مع الـ الفيديوهات اللي كننزل، وانتظروني انتظروني في الجديد في مشروع القدس ديال تمارة باذن الله، لان هذا المشروع هذا حلينا عينينا كاملين على بزاف ديال الحوايج، وان شاء الله غنبدا ننزل لكم فيديوهات ونصائح باش ما كما كنقولوا حتى واحد ما يتقول. السلام عليكم، اللايك والبارطاج والتعليق، وشكرا لكم.